اسمي نجات مكي، دولة الإمارات العربية المتحدة، من مواليد دبي. بدأت الفن وأنا صغيرة، طبعا من خلال البيئة، تأثرت بيئة المنزل، شفت والدتي وهي ترتب الأشياء في المنزل، أخواتي وهم يطرزون المفارش، وتجذبني دائما الألوان اللي أشوفها في ألوان خيوط المفارش. بديت طبعا عن طريق شخبطات في البداية، ولكن تطورت لما دخلت المدرسة واهتمام مدرسة التربية الفنية بمادة الفن. بعد المرحلة الثانوية طبعا في الثمانينات دخلت كلية الفنون الجميلة، والتحقت بكلية الفنون الجميلة في القاهرة. درست في البداية طبعا كل أنواع الفنون اللي هي المرحلة الإعدادية. في السنة الأولى بدأت دراستنا في قسم النحت، واخترت قسم النحت لأني وجدت من خلال الدراسة أني أنا قريبة إلى النحت. السنة الثالثة تخصصت نحت بارز وميدالية، وبدأت طبعا الدراسة في هذا المجال. الموضوع أحيانا يكون خيالي وأحيانا من الواقع، في بعض الحالات تكون من خلال قراءات لقصص، قراءات لروايات عالمية، فأستقي الموضوعات من هذه الأشياء. علاقة أعمالي بتاريخ الحركة الفنية العربية، يمكن وجودي أو اشتراكي في معارض كثيرة في الدول العربية أعطاني أبعاد لمدى ما وصلت إليه الحركة التشكيلية في الوطن العربي. كذلك اشتراكي في الملتقيات الفنية في الوطن العربي أصبحت لأعمالي سيمة في هذه الملتقيات. عرفت من خلال بعض الأعمال اللي مثل ما يعني تكلمنا قبل، وجود أو حضور المرأة دائما في هذه الأعمال. طبعا علاقة أعمالي بالمواضيع الحالية أو بالواقع الحالي، طبعا هناك في أحداث كثيرة تفرض على الفنان أنه هو يتقيد بهذه الأحداث، أحيانا أحداث إنسانية مثل الزلازل، الفيضانات، الحروب اللي موجودة في العالم. التجربة في هالمكان من التجارب المهمة، لأنها تعطي الفنان اطلاع على خبرات، على تقنيات جديدة. كذلك فريق العمل لو دكتور بول له خبرة عميقة، فوجود أي شخص أو أي فنان مع هذا الرجل أعتقد يقتبس أو يأخذ خبرة عميقة. أول شيء في طبعا خبرة هذا الرجل في تقنيات الألوان، في الطباعة من الألف إلى الياء، في بعض النقاط. أحيانا الفنان وهو في أثناء أو مرحلة التصميم يمكن ما يعلى باله بعض النقاط المهمة، فمن خلال الطبعة الأولى يكتشف مدى بعض الأخطاء اللي وقع فيها. فالتجربة الثانية أو الطباعة الثانية تعطي الفنان أكثر دراية أنه هو يهتم بأشياء كثيرة. فهاي التجربة تعلم أن كيف بداية
عملية السلك سكرين. أعتقد أن هاي التجربة من التجارب المهمة مثل ما قلت، لأن التجارب الفنية أو التبادل الثقافي بين دولة وبين أخرى له أهمية للفنان. أول شيء الاطلاع على خبرات جديدة، الاطلاع على تقنيات جديدة يمكن نقتبس منها في أعمالنا الفنية. تجربتي طبعا في دوسلدورف، زرت بعض المتاحف، طلعت على طبعا الحياة في المدينة، كذلك في بعض المراكز الثقافية، وكانت لها أهمية. ومثل ما قلت إن وجودنا في هذا البرنامج هو له أهمية كبيرة، يمكن بتفيدنا يعني مستقبلا في أعمال فنية قادمة.